طيب قلنا المباني البلوك يعني نحسب المتر الطولي، قلنا هنكتب 58 متر طولي. طيب ما قلنا 58 متر طولي، وعندي ثاني شنو؟ عندي ثاني أمتار طولية وين؟ هنا دي أيضا، هنا الكتوف الفوق الفوق هنا دي، فدي دي عفوا هنا من أعلى هنا قلنا ده كله برضه هيتغير، فهيكون عندي كيف؟ هيكون عندي هنا برضه 10 متر و40، 10 متر و40 هنمسك بعد ده البعد من برا برا تمام. فهيكون عندي مش الكالكوليتر، لازم نتذكر انه دي 58 متر طولي نجمعها بعد شوية، هنقول له عندي 10.40 في 10.40 في 2 مرتين زائد 18.40 في مرتين برضو نجمعهم برضو قال لي كم؟ 57، يعني 58 و58 هتكون 106. طيب نيجي نكتب هنا الكمية بالمتر الطولي للبياض 106 متر طولي. طيب هنشيل 58 دي، نعمل فورمات بينتر ونخده هنا في الرقم ده عشان يجي في النص. طيب بالمتر المربع، طيب بعد ما عملت انا البياض تاعي مفترض طوالي بعد ده ابدا شغل العوازل، ما في شيء بيمنعني تاني، انا عزلت انا عملت البياض من الداخل للحوائط ومن اعلى للبلوكة من فوق. طيب بعد ده باقي لي شنو؟ بالمتر المربع اريد عمل طبقة عازلة للرطوبة اسفل اللبشة ومباني البلوك من الداخل وعلى البلوك اللي هو قلنا له شيء من لفايف البيتومين سمكي كم؟ 4 مليمتر على طبقتين، يعني نعمل طبقة وطبقة، الطبقة التانية تكون متعامدة. كيف متعامدة؟ يعني انا اذا جيت هنا جبت المستطيل ده عملت الطبقة بتاعت البيتومين دي كده للطبقة الأولى لحد ما تنتهي، بتواصل تمشي لحد ما تجي وين؟ تجي هنا، وتبدأ من وين؟ تبدأ من هنا، تبدأ هنا من هنا. طيب من البلوك من الداخل، وما ننسى لما نجي نعمل لما نعمل اللوحة الشريحة الثانية منها من اللفيفة هعملها فيها ركوب 10 سم تمام. نفس الطريقة هتكون برضو ماشية كده لحد ما تنتهي، تنتهي كده. يلا بعد ما عملت الشريحة دي، دي الطبقة الأولى بسموها، دي تنتهي هنا. طيب قال لك في نهايتها لازم تركب الحائط، تمشي الحائط. قال لك هنا عشان تركب الحائط ما تركبها في زاوية 90 درجة، لازم تعمل وزرة، وزرة تكون مايلة بزاوية 45 درجة. كيف يعني الكلام ده؟ نرجع للسيكشن. طيب تخيل معي دي البلوكة هنا، ده دي الطبقة بتاعت اللفايف جات هنا. قال لك لما تصل النقطة دي هنا ما تخليها تصل النقطة دي هنا، لازم يكون في وزرة بتاع البياض في زاوية 45 درجة أقل حاجة كده كده. يعني لما تجي اللفايف بتاعت البيتومين تصل النقطة دي ما تجي الركن، لازم يكون الحتة دي كلها عبارة عن بياض هنا، ده معمول لك وزر من البياض هنا، دي كل المثلث ده كله عبارة عن بياض، داير ما يدور، داير ما شنو؟ ما يدور. فلما تجي اللفيفة هنا هتيجي تركب طوالي بالطريقة بتاعت المثلث ده كده، وتواصل تمشي لشنو؟ تمشي لأعلى، تيجي تلقى على البلوكة هنا، ده على البلوكة، تيجي برضه لافة. يعني هنا إذا افترضنا ركب هنا جا، دي اللفايف جات مشت بال45 درجة وطلعت فوق، لما تيجي طالعة فوق لازم تخش شمال، تخش شمال هنا على مباني البلوك من أعلى لحد النهاية، ده كله لازم شنو؟ لازم تعمل له طبقة عازلة من البيتومين. الكلام ده واضح؟ طيب دي اللي كنا بنحسبها قبل شوية، وقعت لنا الحتة دي، لازم الوزرة دي مهمة، فلازم نفس العوازل أو الضرب بيض لك تخليه يعمل لك شنو؟ وزرة من البياض داير ما يدور على البلوك تمام. طيب قلنا سنتيمتر لازم نعمل ركوب 10 سنتيمتر بكل شريحتين مع دهان 3 أوجه من البيتومين. كيف يعني 3 أوجه من البيتومين؟ يعني قبل ما تخط الطبقة الأولى أدي الفرشة البيضاء أديها دهان تاع بيتومين عشان يتحرك مع الطبقة الأولى اللي بتتخطى، والطبقة الأولى تتماسك مع شنو؟ مع الفرشة البيضاء. بعد ما انتهيت من الطبقة الأولى أدي هنا هي ذاتها تمام. لما تيجي تعمل الطبقة الثانية، لما تيجي تعمل الطبقة الثانية قال لك اعملها شنو؟ متعامدة. هجيب مستطيل
يعني دي الطبقة الأولى. في نفس الحتة دي أنا هعمل بعدها بدي بالطريقة دي كده، تمام؟ هجيب شنو بالطريقة دي كده وواصل في الركوب برضو 10 سنتي كده، يكونوا عكس شنو، عكس بعض. طيب بعد ما دهنت الطبقة الأولى من أعلى، قال لك بعد شنو، تعال خد لفايف البيتومين المتعامدة في اتجاه عكسي وحرقها برضو مع البيتومين اللي عامله انت في الطبقة التانية ده، وبعد ما تنتهي من الطبقتين ادهن تاني من اعلى. قال لك بعد ما دهنت اللي هي دي الثلاثة اوجه كده انتهت. انا ركز معايا هنا الحتة بتاعت الثلاثة اوجه دي، قبل اللفيفة بتاعت البيتومين دي تحتها في دهان واحد، تمام؟ لما اجي اعمل التانية دي لازم اكون دهنت دي ذاتها، اللفيفة الاولى اللي ماشية كده في المحور الافقي دي لازم تكون برضه دهنتها كده دهانين، تمام؟ وتيجي تعمل شنو؟ تيجي تعمل اللفيفة التانية. بعد ما تيجي من اللفيفة التانية الماشية في الاتجاه الرأسي هنا هي ذاتها، ليه؟ عشان تيجي تعمل فوقها طبعا مباشرة من لفائف البلاستيك، ومحمل على بين تغطية الطبقات العازلة اللي عملتها قبل شوية دي بطبقة من لفائف البلاستيك عبارة عن قماشة شنو؟ من البلاستيك 300 ميكرون، تمام؟ وعمل وزر على الحيط دي الكلام اللي قلته قبل شوية بارتفاع لا يقل عن 15 سنتيمتر، مع عمل طبقة حماية بمونة اسمنتية بسمك لا يغلى عن 5 سنتيمتر اللي هو قبل شوية حسبناه. دي طبقة الحماية اللي قلناها. نرجع للسكشن، قال لك هنا 5 أو 50 مليمتر اللي هو 5 سم بروتكشن سكريت، يعني طبقة حماية، تمام؟ فعشان كده وصلنا قبل شوية ل 3 متر و20 اللي هو عمق الحفر، جميل؟ طيب لو جيت هنا بالمتر المربع تريد عمل طبقات عازلة، لو جيت حسبتها العزل كأرضية، يعني ممكن كان أنا أدبل البند ده يكون مرتين، مرة للأرضيات ومرة شنو للحوائط من الداخل، ما قلنا برضه للعزل الحوائط وعلى البلوكة ما ننسى، لكن بعدين حوريك الطريقة. أنا هنا حسي هكتب متر مربع للأرضية فقط، وبعدين في التسعير هدخل معي شنو، هدخل معي ما يسمى ب عوازل الحوائط من الداخل للبلوك، او ممكن اعمل لها مواصفة خاصة بذاتها، تمام؟ طيب هوريكم هدخل المواصفة الخاصة بذاتها. طيب هنفترض هنا بس للأرضية بالمتر المربع تريد عمل طبقة عازلة للرطوبة اسفل اللبشة، بس محل شنو اللبشة هنا، لكن انا كاتب مباني البلوك من الداخل وعلى البلوك، فعشان كده خليناها كلها في مواصفة واحدة. فهنعتبر ان احنا هنحسب فقط للأرضية، الأرضية اللي هي هنخط فيها من لفائف البيتومين اللي هي قدامكم دي، من هنا لهنا، من الداخل من الداخل من الداخل، هتكون المسافة 18 في كم؟ في 10 اللي هي 180 متر مربع. نيجي نكتب هنا 180 متر مربع، انتر في النص. طيب بعدين في التسعير هندخل معانا مباني البلوك العزل، مباني البلوك من الداخل وعلى البلوك، ده كله هندخله معانا في التسعير، لكن في الكميات هنكتب فقط للأرضيات. طيب بعد ما انا عملت الشغل بتاع العوازل بتاعي قلنا لازم نحميه بطبقة شنو، حماية. لو ما عملت الخمسة سنتي دي مجرد ما ينزل الحديد بتاع اللبشة المسلحة هيجد لي العزل بتاعي ده كأنك انت ما عملت اي حاجة، فلازم طبقة الحماية دي مهمة شديد بخرسانة سمسمية وبأي شيء شايفه انت مناسب. طيب انا احسب المواصفات المكتوبة في الجدول بتاع الكميات. طيب خلاص انا كده عملت طبقة الحماية وكده خلاص بقيت انا عندي ارضية خرسانية. طيب مجرد ما خلاص الارضية خرسانية ظهرت معي، مفترض طوالي ابدأ في شغل الحديد بتاعي، شغل الحديد بتاعي واجهز حديدي كله، اعمل الحديد بتاع اللبشة السفلي واعمل اضافي، يعني ركز معايا هنا هنشرح على الحديد في فيديو تاني، حاجة طوالي ادور